اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جوله تفقديه بعدد من مكونات الحي الحكومي بالعاصمه الاداريه الجديده استهل مدبولي جولته بتفقد مبنى مديريه امن العاصمه وذلك في اطار الاستعداد لتسليم المبنى بعد الانتهاء منه وبدء تشغيله خلال الفتره المقبله وذلك نظرا لدوره الكبير في توفير وضمان اعلى درجات التامين للافراد والمنشات داخل العاصمه الاداريه الجديده وفي هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعه تنسيق وتذليل مختلف التحديات لسرعه تشغيل هذا المبنى الحيوي